طريقة الرابع ولف لك واحد لوك واحد اخر قلبتي اليوم ايوا قلبتي اللوك هيك طارق. ضرورة هي اللي دعتها. انت عامل الفريق ديال الامل ديال فريق كوكب مراكشي اليوم ربحتوا جمعيه سلاب 2-0، هذا الربح الثاني ديالكم بعد ما ربحتوا في خارج ميدان وداد فاس. هذا الماتش هذا جا طريق كيفاش كان يعني المجمل ديالك؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الجوله الثانيه من البطوله الوطنيه للامل. ربحنا الماتش الاول في مدينه فاس وداد فاس 1-0. المقابله الثانيه كانت صعيبه شويه ضد الجمعيه السلويه بحكم لاعبين في الميدان ديالنا، علينا شويه ديال الضغط، خاصنا نقدموا اداء جيد باش شفنا الجمهور وعرف الدراري ديال الامل اللي عنده. كان المقابله في الشوط الاول كنا متحكمين فيها، تخرج اللاعب ديالنا خالد عبودو بطاقه حمراء، تنظن انه ما يستحقش، ولكن شو جيت ديال الكره هي هادي. سجلنا الهدف الاول، كان لاعبين محصل عشرات اللاعبين منذ الدقائق الاولى في المقابله. الجوله الثانيه كان الضغط علينا بزاف كما شفتوا، ولكن الحمد لله بالعزيمه ديال الدراري والاراده ديالهم باش يحققوا نتيجه ايجابيه، سجلنا الهدف الثاني وسالات المباراه بالفوز. هذا الفوز الثاني على التوالي ان شاء الله، ما يكون الا خير نكملوها ان شاء الله. شكرا طارق، تبارك الله عليك، نتمنى لكم التوفيق. الحمد لله.